السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم مروة صفا تي في. هاد النهار غادي نقدم لكم واحد كيندر ديليس اللي كيعرفوا بحجم عائلي واقتصادي، ما فيش بزاف ديال التعقيد، يعني كيكون سهل وفي متناول الجميع. نبداو على بركه الله، بعد الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عندي بيضه واحده كما شفتوا، هنا عندي 7 المعالق ديال السكر حبوب، ما يعادل كاس ديال العنبه. هنا عندي 7 المعالق نتاع الزيت، واش هو الزيت والسكر ما كيكونش بحال بحال، السوائل والحاجه اللي ناشفه ماشي بحال بحال. وهنا نفس العبار نتاع الحليب 7 المعالق، ولا ديروا نص كاس كما تشوفوا معايا هنا، ما بقيتش نوريك. وهنا عندي 2 المعالق نتاع بودره الكاكاو مره، وهنا عندي 7 المعالق نتاع الدقيق اختصاصي للحلويات، وهنا عندي 2 شاسيات نتاع ليفيغ شيميك يعني خمارات الحلويات 7 غرام، يعني 2 يعني 21 غرام. فوالا نبداو على بركة الله. وهنايا هاد الحبوب ديال يعني بودرة الكاكاو المرة، استعملت هاد البودرة اللي كيكون يعني الا بغيتو تعرفوها. نبداو على بركة الله، بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيضة واحدة هنايا نتمنى، وبغيت نقول لكم يعني نفس المعلقة اللي تعبروا بها الحليب عبروا بها كل شيء، يعني نفس المقادير، ولا بغيتوا ديروا يعني تضعفوا المقادير يعني على حسب الاشخاص اللي نتوما. نقرب لكم الميكسر، فوالا ها هو. نبداو بسم الله، انا نبرش هنايا البخيز، نزيدوا الزيت كما شفتوا معايا. غادي ميكسي كلشي في خطره، السوائل زيدوا معاها السكر. ما تخافوش انني درت كاس ديال السكر، يعني 7 المعالق ماشي هما 7 في السوائل، ما تخافوش لحقاش عندي البودر الكاكاو يعني مره، يعني ما تخافوش. غادي ندير عليكم شويه ديال الحس، ما بغيتش نقطع في المونتاج، اعتذر منكم. غادي نرجع مره اخرى ثاني حتى يبدا يدير لنا هاد الفقاعات. نزيد واحد كامله شويه باش نطول عليكم، غير على مثبت الصور باش ندير لكم. فوالا كما شفتوا هنايا، هنا غادي نبدي نخلط الخماره ديالي. حنا هنايا بلا ما نغربلوها لحقاش يعني نوع ممتاز كما شفتوا معايا هنايا. فوالا نزيدو الثانيه، وفي الناس المغرب يديروا الزا يعني، فوالا كيف شفتوا هنايا يعني ما مكوى ما والو، يعني حتى ما غربلتوهاش انا، الدقيق راه عندي مغربل. فوالا ها هو كما شفتوا معايا هنايا. غادي نخلط دابور الكاكاو هو الاول، وخاصكم اي حاجه باش 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 يعني كتلف لي الهضره اعتذر منكم. اي حاجه تبغيو تنجح لكم كشوا نفس العبار، يعني نفس العبار اللي تعبروا به سواء بالكاس ولا باي حاجه، نفس العبار عبروا به كل شيء. فوالا هنايا بغيت نوريكم باللي هنايا استعملت المول 24 على 24 كيما كتشوفوها هنايا. فوالا نبداو لا جينواز نتاعنا كيما شفتوها، جات على هذا الشكل هذا. الصراحه هذا القوام اللي بغيت، كتكون ثقيله شي شويه بحال لا كريم ديسير،
الناس اللي كيعرفوا يصاوبوه. الوغ ندير لاباط نتاع لاجينواز ديالي، شفتوا كيفاش من كتربطوها؟ نتمنى ان شاء الله التصوير يكون واضح، والمذاق ما نقول لكمش، الريحه طالعه نتاع الكاكاو المر. هاتوا غادي نحاول نستعمل بواحد السباتو، هبط الخليط ديالي كامل هو عاد باقي، نحاول بعدا نصاوب غير هذا كما شفتوا معايا، ندخلو للفرن على 180 درجة ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم الفيديو في التزيين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعت لكم هنايا باش نصاوبو الكريمة. هنا عندي الكريم ليكيد أنتي، يعني كيصلح للحلويات و سكري سال، يعني فوالا تقدروا ديروا بأي حاجة. مهم أي كريمة خاصة تكون فيها 30% نتاع كامل الدسم، يعني كامل الدسم هو أنتي الناس اللي هنا في أوروبا وفي ليف، مهم كامل الدسم بالعربية. استعملت هنا تاع 20 سنتيمتر يعني 60 يعني 60. هنايا درتهم في الكونجيلاتور بردو مزيان واحد، نقدر نقول لكم واحد 45 دقيقة ديروه باش نجيح لكم لا كريم. لا تهضر منكم. راني نصور بناتي سيلتو بلاي باد بيتيز. بغيت ندير المونتاج ديريكتومون باش هكا ما نعقش وما نحط وما نغبرش عليكم بزاف، وهادشي ما كان، سمحوا لي نعتذر منكم الناس اللي غبرت عليكم، غير كنعقز على المونتاج. فوالا باش ما نخرجش من الموضوع، فوالا هادو نبداو قبل ما نبداو نضربوا شويه. بخي عندي هنا ندير معلقه سكر على الحلاوه، هذا اختياري ماشي ضروري. وهنا هذا تقدروا تعودوه بجبلي ولا ان ياغورت ناتور ولا ان ياغورت فاني. المهم نبداو نضربوا هاد، عادي نقطع وحتى نضربوا وكل شيء تبارك الله عليكم كيعرف المونط الكريم شونتي باش ما نديرش عليكم الحس. فوالا بعد ما بدا يطرى هنايا يدير فقاعات، نقرب لكم الكاميرا. فوالا كما شفتوا هنايا، هنا مباشره غادي نزيد السكر. اسمحوا لي كنديرو هكا غير باش ما يهبطش، غير معلقه السكر على حسب الذوق. معلقه كبيره هكا مملوءه مزيان سكر فاني 7 الغرام. انا غادي ندير زوج، شوما اللي عنده بود فاني يعني ناتشورال ولا بودغ، هادي بودغ اون فيت. غنوريكم نقرب لكم الكاميرا، سي بودغ زوج نتاع الساشيات ما يعادل 7 غرام يعني 14 غرام. هنا هادي ياغورت كيشبه في جبلي، هو مسوس من غير مذاق، ما عندوش حتى مذاق، يعني باش يعقد لنا هذيك الكريمه. اسمحوا لي غادي نحاول نستعمل معلقه صغيره. فوالا معلقه صغيره باش ندير هاد، فوالا هو اصلا كيكون بحال الكريم كيتباع هنا في اوروبا كاع في لي مكازا، واقيلا كاين حتى في المغرب كيقولوا جبلي، يمكن ما ديروش عليا. المهم كنقول لكم على في اوروبا، ها هو بوتي سويس ناتور ما في حتى مذاق. نتوما تقدروا تعوضوه بان ياغورت ناتور ولا ان ياغورت المذاق نتاع لا فريز، عفوا نتاع فاني. ونستمر، شوفوا هذا فيه واحد، فوالا
وكيكون هاد لا كريم ناجح واخا حتى للمبتدئين، ناجح 100%. غادي نستمر، عفوا نستمر نصلح هاد لا كريم ونرجع معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. فوالا الوغ هنايا من بعد ما طلعت الشونتين تاعي كما شفتوا راه صح القوام هذا هو الشكل اللي بغيت، هذا القوام اللي بغيت. فوالا عفوا، وباش تعرفوا بلي سيبو ناجح خاصكم تقلبوه هكا. فوالا عفوا اسمحوا لي، ها ناجح يعني شوفوا هذا هو القوام اللي بغيت، يعني شوفوا غنزيد واحد شويه غير خاصني كي كومون دي سا كي نقلب هاد هاد ولا لا سمحوا لي الهضره كتلف لي في المونتاج، من خاصو ما يبوجيش الوغ لا الى يعني بوجع يعني خاصني يجي شويه كيصبح القوام ديالو الشكل انا اللي بغيت. نورمالمون خاص الشكل الا درت هكا يبقى قبض راسو. اه وي ما كيبان لكمش، غادي غادي نحاول نبلع على الفوطه من هاد الاله ديال التصوير. غادي نوريكم خاصني نديرو ضروري، عفوا خاص ضروري ما يبوجيش. فوالا غادي نقلع الفوطه نحاول ندير لكم، عفوا نستناو. فوالا كيما شفتو هو ما هبطش. فوالا عفوا الوغ هنايا الكريمه ديالي كيما شفتو هنايا، يا سلام القوام ديالها والله العظيم. اعتمدوا على هاد لي غوسيت، تقدروا ديروا بهم بياس مونتي ولا تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايج. بسم الله انايا يعني درت. فوالا انا هنايا عبرتها الوغ من طابت ولات فيها 23 الوغ درت 11.5. شوفوا كيفاش هي البنات انها طلع اول مره درت يعني باش يجوني جوج نتاع اول تجربه قطعه متساويه. نوريكم كيفاش جات، نتوما ما ديروش على هذاك والله العظيم الا جات اول مره سيتها وعجبتني. انا خليت لي يعني ننصحكم بالشوكولا نوار لا ماك ديالو حتى المذاق فيها مزيان انها تشرب مزيان. نوريكم كيفاش جات قطنيه وتقدر تستحق تنتكل غير هكا بلا ما ديروا لها لا كريم لا والو، يعني تقدروا تعتمدوا على هذه الوصفه جميع الكيكات ديالكم ببيضه واحده. انا ملي سمعت ببيضه واحده الصراحه بيني وبينكم ما صدقتش، لكن النتيجه كانت يا سلام. المهم كنهضر بزاف سمحوا لي. الوغ ندير مورسو هنايا نجيب لك كريم تاعي. انا يا استعنت بهاد الانفرادي ولا سيت كيسات تاعو، نتوما تقدروا تعوضوا اي حاجه نتوما تجيكم عمليه. درت لك كريم تاعي في الكونجيلاتور على 10 دقائق متناول الجميع، وكتخرجي شي حاجه اللي كتعجب الوليدات. انا هنا بنتي بغات دير عيد الميلاد واخا انها فات العيد الميلاد ديالها ودرت، وسمحوا لي ما شاركتوش معاكم حقاش كانوا العائله وكل شيء. الوغ فيما كتشوفني صوتي حلوه كتقول لي ماما غادي ندير عيد الميلاد، ندير لها الرغبه ديالها وكندير لها الخاطر ديالها. كما كتعرفوا ان الوليدات كيبغيو يصوتوا على الشمع وهذا الشيء ما كان، مي نتمنى ان شاء الله بيضه وحده تقدروا تخرجوا ان كيندور ديليس والكريمه يعني بثمن مناسب يعني اقل من 20 درهم. ديري احسن كيندور ديليس في دارك لوليداتك وتحمري به وجهك حتى للضيوف ديالك. شوفوا كيفاش جا اسفنجي والكريمه كيفاش تشرب والله العظيم. وننصحكم انكم ديروا لا مارك نيسلي كتعطي واحد المذاق زعما مخير مع واحد الكاس القهوه تاكلوها بالصحه والراحه. واللي جربها يرد عليا في لي كومونتير. جات الفرصه انني نرحب بالناس اللي دخلوا عندي جداد ومرحبا بالناس اللي كانوا عندي قدام. الوغ ما تنساوش اللي دخل جديد يتابونا وفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. واخا انا ما كنديرش بزاف الفيديوهات نعتذر منكم لحقاش المونتاج والدراري ماشي سهله. الوغ نتمنى نكون يعني في المستوى ديالكم. ما تبخلوش بالتعليق زوين الى عجبكم هذا الفيديو والبارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.